اهلا بحضراتكم معانا مره تانية. بيشرفني جدا يكون معايا دكتور مهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقه والبيئه وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقه العالمي. اهلا بحياتك يا دكتور. اهلا بيك، منورنا. نور بيكم دكتور ماهر. يعني انا كنت بقول قبل الهوا ان احنا كنا بنرصد مع حضرتك الواقع المؤلم اللي مصر عايشه فيه على مستوى الطاقه والطاقه المتجدده وانقطاع الكهرباء ومشاكل الغاز وكنت حضرتك بتقول لي يجب أن تتبنى الدولة مشروع كذا، ويجب أن الوزارة تعمل كذا وتعمل كذا. فإحنا وصلنا لغاية الحد اللي فات، كان سيادة الرئيس بيفتح مصنع التكسير الهيدروجيني. يعني إيه الكلام ده دكتور؟ هو مصنع التكسير الهيدروجيني للمازوت. لأنه في هناك في مستورد معمل تكرير القاهرة للبترول. في معامل التكرير، في أبراج التكرير، يدخل النفط الخام ويتقطر، يحصل تقطير، والتقطير عند مراحل معينة في برج التقطير تنفصل المكونات أو المنتجات البترولية. ينفصل عند مرحلة معينة الكيروسين، النفطة، البنزين، السولار، لكن يبقى في قاع برج التقطير يبقى المازوت. المازوت هو أقلها من حيث الجودة، ومن حيث أيضا أكثرها من حيث الملوثات وأقلها من حيث الجودة. فجات الفكرة إن هذا المنتج لو خدناه لمعمل آخر ياخد بس المازوت ويحصل له تطبيق تكنولوجي جديدة تماما اسمها التكسير الهيدروجيني، نستطيع أن نحصل على منتجات بترولية عالية الجودة وعالية القيمة. يعني بعد ما يرسب هذا المازوت وانا خدت بقى الكيروسين والبنزين خدت ده، يفضل ايه تاني اطلع منه؟ ايه منتجات تاني المازوت ده اطلع منه بقى؟ اطلع منه سولار بجودة بمواصفات الجودة الاوروبية اللي هو يورو 5، اطلع منه بنزين عالي الاوكتين، اطلع منه وقود الطائرات، يا خبر ابيض، اطلع منه النفتة واطلع الكيروسين واطلع البوتاجاز. طب الناس هتسال حضرتك، طب وانا ليه اصلا عملت التقطير الاولاني ده؟ ما خلي كله مازوت، ولا هو عمليه التقطير لازمه لتكوين المازوت؟ لازمه، لانه في مكونات بتطلع من برج التقطير ويبقى المازوت، فده نوع من استرجاع قيمه المازوت مره تانية باضافه منتجات من هذه المنتجات ولكن عاليه القيمه المرة دي، لسبب بسيط ان التكنولوجي نفسها، تكنولوجي التكسير الهيدروجيني، هي تكنولوجيا حديثة جدا، تم اختراعها في اليابان ببراءة اختراع في 9/9/2009. حديثة جدا جدا. وكان اللي بيقود عملية الاختراع دي اساسا انتاج منتجات بترولية منخفضة جدا في مكونات الكبريت والتلوث، يعني النيتروجين والأكسجين اللي هي بتنتج أكاسيد ملوثة جدا، أكاسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين. فلما تنتج منتجات بترولية عالية الجودة عالية القيمة منخفضة جدا جدا في مكون النيتروجين ومكون الكبريت، أنت أنتجت منتجات صديقة للبيئة بعد ما كان المازوت ملوث كبير جدا وخطير للبيئة. فاللي قاد العملية التطوير لأجل حماية البيئة. طيب المازوت أو المنتجات اللي بنخرجها منه دي تمثل كام في المية من قيمة النفط الأصلي؟ يعني خدنا منها قد إيه في التقطير وفي ظلنا في المازوت قد إيه؟ يعني هو المازوت تقريبا بيبقى حوالي من 20-30% من النفط الخام اللي أنت بتكرره وتطلع المنتجات، فأنت بتستفيد بقى من هذه النسبة من كمية النفط اللي دخلت في المعامل مرة تانية علشان تعيد تدويرها بالتكسير الهيدروجيني وتنتج منتجات. المهم انها عالية الجودة وعالية القيمة طبعا حتى لو كميتها قليلة. انا اقول لحضرتك الكمية اللي طالعة من مجمع التكسير الهيدروجيني هتوفر على مصر ما مقداره من 25-35% مما تستورده سنويا من المازوت والسولار. فبتوفر. السيد الرئيس أشار إلى أن هينشأ في الصعيد معامل تكرير أخرى بحيث أن سنة 23
75 إلى 65% الباقية اللي بنستوردها هنصل إلى الاكتفاء الذاتي تماما في المنتجات البترولية سنة 23. ده قريب قوي يعني. قريب قوي، ودي الخطة الموضوعة. زي ما حضرتك تفضلت يعني الاستعانة بتكنولوجيا متقدمة جدا وحديثة جدا، يعني تلاقي العالم كله فهمها على 2010 مثلا، فاحنا موجودة عندنا، واضح ان احنا جبناها بسرعة عشان نفتتح المصنع. هي لروعة هذه التكنولوجيا انتشرت بسرعة. وتم انشاء معمل التكسير الهيدروجيني بواسطة تحالف ياباني كوري بالتعاون مع مجموعة من شركات العاملة في قطاع البترول، وأيضا مجموعة من شركات القطاع الخاص المصرية. وده في إطار تعظيم المكون المحلي في صناعة البترول. ده هدف تاني وطني بيتحقق من خلال مثل هذه التعاون في التكنولوجيا. لكن خليني برضو أسأل ولو بشكل مبسط كده، هل بيتم تكسير الذرة نفسها والتحكم في عدد المكونات الهيدروجينية اللي موجودة ولا إيه بالظبط؟ هو بالفعل بيغير التركيبة الكيميائية للمازوت وبيفككوا إلى مكونات المنتجات البترولية. فبيحصل تغيير في الجزيئات والذرات بما ينتج منتجات جديدة لها مواصفات وخواص كيميائية مختلفة، لأن الكيروسين لها مواصفات طبعًا غير المازوت طبعًا، والبنزين اللي خارج عالي الأكتين غير مواصفات. فهي دي عملية التكسير الهيدروجيني. هي تكنولوجي أساساً جوهرها إنك بتخفض الملوثات في المازوت. فلما بتخفض الملوثات في المازوت وتعيد تشكيل الذرات بتنتج المنتجات دي عالية القيمة عالية الجودة. أنا فاكر إن إحنا لما كنا بندرس مش بس في هندسة، ده كمان في ثانوية عامة، إن الكيمياء العضوية قايمة على الإتش، فالتلاعب في إعادة تكوين الذرات والجزيئات، الهيدروجين هو المفتاح السري يعني. ده اللي بيحصل. التكسير الهيدروجيني يعني أنت بتغير الخواص في إنتاج مكونات أخرى عن طريق ذرة الهيدروجين. طيب عايز أنقل بسرعة لأن الفقرة النهاردة قصيرة شوية عشان عندي فقرة تانية عشان مبادرة مناظرة بايدن ترامب دي، فعايز أنقل بسرعة على الطاقة المتجددة. إحنا وصلنا لفين في الطاقة المتجددة؟ احنا سطرنا قصة نجاح عظيمة في الطاقة المتجددة، لانه مثلا من سنة احنا بدأنا عند سنة 2014 و15 كان كل اللي عندنا من طاقة الرياح ما يزيدش عن 570 ميجا وات. النهاردة احنا زدنا على 1600 ميجا وات، وفي البايبلاين بتاع المشروعات في حوالي 2000 او 3000 هتدخل بسرعة جدا. من طاقة شمسية فوتوفولتية لا تزيد عن 1 أو 2 أو 3 ميجا ومتنطورة، إلى أن احنا زدنا عن 1650 ميجا وات، منها بس في بقعة واحدة في البنبان 1465 ميجا وات. ما ده أكبر تجمع للطاقة الشمسية في العالم في أسوان. أنا رجعت في دليل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لقيت أكبر محطة 1000 ميجا في الصين في محطتين، وبعد كده تنزل بقى 900. واحنا 1400 في أسوان. في بقعة واحدة وصلنا 1465. ومرشحة توصل ل 2000. الإنجاز ده تقدر تحس بقيمته، 32 مستثمر عالمي ووطني. 1465 ميجا وات، 2 مليار دولار استثمارات، 10,000 فرصة عمل، ده كله ده في مشروع البنبان بس. مش ده المدهش في الأمر، المدهش أكتر الاستراتيجي اللي محطوطة. الاستراتيجي كانت تستهدف إن إحنا نصل سنة 22 إلى مشاركة من الطاقة المتجددة في مزيد الطاقة الكلي إلى 20%. 20 22 نوصل ل 20%. 29 نوصل لحوالي سنة 30 نوصل ل 29%. سنة 35 نوصل ل 42%. ونوصل سنة 60 50-60 إلى 61%. وأنا قلت لحياتك ساعتها أن النسب دي قليلة اتبدلت. اللي حصل في تطوير الاستراتيجي أن أصبح المستهدف بعد ما حققنا إحنا اللي مستهدف سنة 22 حققنا سنة 20. الحمد لله. لأن الحمل الأقصى السنة اللي فاتت كان 30,000 ميجا، كان منهم 6,000 ميجا طاقة متجددة. يعني 20% وصلنا لها السنة دي، مش لسه سنة 22. ده جدد الأمل وتغيرت الاستراتيجي، وأصبح المستهدف سنة 30
45% مشاركة بدل 29. المستهدف سنة 35 بقى 55% بدل 42. أصبح المستهدف سنة 50 هو المستهدف سنة 40. 61% بقت مستهدفة سنة 40. ده المدهش في الأمر. يعني طبعا عشان برضو الناس تبقى معانا، معنى كده أنه الطاقة المستخدمة في مصر تخش منها طاقة نظيفة بنسبة 20% النهاردة، سواء كانت طاقة شمسية، طاقة رياح، طاقة نووية، طاقة مائية. أخبار الطاقة النووية إيه صحيح بقى؟ آخر أخبار مجمع الضبعة. آخر الأخبار، إحنا الخطى ماشية في مراجعات التصميم. أيوه. هيئة الأمان النووي بتبذل جهد كويس جدا. أيوه. في كل المراجعات المطلوبة، في مراجعات عالية التقنية وشديدة الدقة. دي بتتم أيضا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون مع روس أتوم اللي هي هتبني المحطة. أنا أقول لحضرتك رقم مدهش قاله السيد الرئيس، يلقي الضوء على الميزانية اللي الناس ساعات تقول لك إيه ده، إحنا هنعمل محطة الضبعة هنجيب فلوس من إيه؟ ب24 مليار دولار. السيد الرئيس قال إحنا طورنا القاهرة بس في 7 سنين اتصرف عليها 380 مليار جنيه. لما تقسمهم على 16، كل 16 جنيه بواحد دولار يطلعوا أكتر من 24 مليار دولار. القاهرة في تطويرها خلال 7 سنين اتصرف عليها رأس المال اللي هيصرف على محطة الضبعة. فالناس ما تستكترش الكلام ده، ده ممكن وهيتم. والحاجات دي استثمارات مش كده يا دكتور؟ يعني مش الدولة تدفع دوت، يعني بيستثمر فيها مستثمر سواء أجنبي أو عربي أو وطني أو بنوك تنمية أو بنوك أو بنوك تجارية. آه. ما هو بيدخل البنك يستثمر بنسبة بنسبة ربح. بالإنترست ريت. أيوه. معدل للفايدة. فده معناه وبالتالي أنت ممكن متاح قوي الاستثمارات بفوائدها لمن يستثمر، لكن الفكرة إن إحنا هنسترد ده كله بشكل عظيم من مبيعات الكهرباء نفسها. صحيح. فالمهم أنا لما سمعت الرقم 380 مليار في 7 سنين لتطوير القاهرة، لقيتها بتزيد عن المحطة، محطات الطاقة النووية، التمويل المطلوب لمحطة نووية. أي صح. طب بالنسبة فندم يعني الإضافة اللي هتعملها منتجات الطاقة النووية لمستوى الطاقة في مصر وفائض الطاقة وتصدير الطاقة وفاتورة الكهرباء بالمرة على الناس الغلابة. هي طبعا احنا الطاقة النووية والشمسية بالمرة بقى، يعني كل الطاقة النظيفة بقى كمان والرياح. الطاقة النووية ميزتها انها تكافح التغيرات المناخية بامتياز زي الطاقة المتجددة بالضبط. لا يصدر عنها غازات ملوثة ولا يصدر عنها مطلقا غازات دفيئة، الغازات الدفيئة احتباس الحراري او غازات الاحتباس الحراري. فعلشان كده الطاقة النووية ستستمر في العالم وقت طويل وهتنمو أكتر وأكتر، لأن مكافحتها للتغيرات المناخية عظيمة. لا يبتعث عنها أبدا أي ابتعاثات، والابتعاثات بتتزايد. فجهد العالم كله تحت الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، وتطرقوا إليها في اجتماعات الجمعية العامة رقم 75 الآن، إن الجهود دي هي أهم شيء في تقليص الابتعاثات. بس تقليص الابتعاثات معتمد على التكنولوجيات. والتكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة مرشحتان بقوة لأداء دور عظيم في كفح جماح أو كفح زيادات غازات الدفيئة. طيب النهاردة سيادة الرئيس في كلمته في مؤتمر قمة تغير المناخ تحدث عن أهمية تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية. كان في مواجهة بين الصين وأمريكا في المؤتمر وفي الأمم المتحدة، الجمعية العامة في يوبيليها الماسي يعني زي ما بيقولوا. إلى أين تأخذنا؟ وده طبعا مش بعيد عن انتخابات أمريكا، يعني إحنا رايحين فين لقمة تغير المناخ والاتفاقية باريس؟ علشان أمريكا سحبت إيديها، بس ترامب قال إن إحنا أقل ابتعاث كربون في العالم يعني، بس ده مش كفاية طبعا، لأنه الدول الكبرى روسيا والصين وأمريكا وألمانيا وبريطانيا لازم تساعد الدول النامية زي ما الاتفاقية بتقول إنها تغير المداخن ومنتجات المصانع بتاعتها تبقى صديقة للبيئة. أنا هبدأ بمعلومة رقمية عشان بس أبين حجم الخطر. أيوه.
احنا القياسات اللي حصلت مما قبل من وقت ما قبل الثورة الصناعية مما قبل العهد الصناعي 1861 كان مستوى تركيزات غازات الاحتباس الحراري في جو الأرض 280 جزء في المليون. الرصدات كملت لحد سنة 2000 لقيناها وصلت من 280 زادت التركيزات إلى 368 جزء في المليون. خطر. كلام ده 2000 خطر. 2020 الرصدات الأخيرة بتقول زدنا عن 400 جزء في المليون. عشان نفهم ده معناه إيه، أقول لسيادتك التركيز التراكمي حول الأرض وصل ل 30 جيجا طن ثاني أكسيد كربون سنة 2000. الجيجا يعني 1000 مليون. ف30 ألف مليون طن ثاني أكسيد كربون التراكمي اللي بيزيد كل سنة ويتكوم التراكمي يوصل 30 جيجا. سنة 2030 لو مشينا كده زي ما احنا هنوصل ل 54 جيجا ضعف. دي معناها ايه؟ خلينا على الضعف. معناها ان درجة حرارة هنتنفس كربون بعد كده، ان متوسط درجة حرارة جو الارض هتصل ل 2.6 درجة مئوية. احنا ما يصحش نزيد عن درجتين علشان لا يتقوض الكون ولا يحصل خراب فيه. طب حد الاثنين درجة مئوية يساوي كام جيجا طن؟ يساوي 38 جيجا طن. سنة 2000 كان 30. عشان تقف عند درجتين لا تتجاوز 38 جيجا طن. رغم ان احنا وصلنا النهارده اذا كان سنه 2010 30 جيجا، احنا في 10 سنين بس زدنا 4 جيجا، النهارده 34 جيجا. يعني قبل سنه 2030 هنوصل بسرعه جدا ل 38 جيجا ونعدي بعد كده. فالنهارده بقى ايه التعاون الدولي اللي تحت الاتفاقيه الاطاريه؟ كل الناس بتجتمع وتجتهد عشان تلجم زيادة الابتعاثات ما توصلش ما تتجاوزش 38. 38 فوريفر، لأن لو تجاوزتها لو عدناها هتعدي الدرجتين، خلاص بقى الأرض هتولع. درجتين بقى ده معناه إيه؟ السلوج هتذوب في القطبين بمعدلات أسرع بكتير. مش بس كده، ده المية في المحيط هتتمدد بدرجة الحرارة أكتر فتغرق كل دلتوات الأنهار. بيتغير رجيم ونظام المطر في الدنيا كلها، جغرافيا كلها كمان. بتتغير التهطال، بيتغير نظام العواصف ونظام البراكين ونظام الحرائق، الغابات، التقلبات الجوية، احنا بنشوف الأنواع الغازية من الجراثيم والميكروبات بتتغير وتزيد فأنت قصاد خطر شديد جدا لابد تلجمه. ايه بقى الديبيت او الملاسنه اللي حصلت بين الصين والولايات المتحده؟ الولايات المتحده لحد حوالي 7 سنين فاتت كانت اكبر باعث لغازات الاحتباس الحراري في العالم كله. لكن كانت بتنمو بمعدل 2.5% بينما الصين بتنمو بمعدل 4.5%. فزادت الصين وتجاوزت الولايات المتحدة فبقت هي النهاردة أكبر ملوث. هنا الملاسنة بقى، لكن رئيس الصين يقول لرئيس الولايات المتحدة أنتوا السبب، وده يقول له لا أنتوا دلوقتي تجاوزتونا وأنتوا اللي هتخربوا العالم. لكن المسألة بقى مش كده. يعني المسألة ما تمشيش كده. لا، المسألة إن إحنا نقف مع بعض. ترامب بيقول أنا منسحب. هو الحقيقة ما انسحبش، لأن هو عايز يؤدي دوره منفردا. بالظبط. لأنه محتج على حاجتين. هو ما انسحبش من أداء الدور، لكن انسحب من التكوينة اللي هي معمولة لأداء نفس الدور. انسحب ليه؟ هو بيحتج على إن مش كل الدول لها نفس الالتزام. طب أنت هتحط عليا التزامات على رقبتي ليه وأنا بعمل أكتر من الدنيا كلها؟ لا، أنا مش عايز ألتزم. أنا هعمل لوحدي. حاجة تانية، إحنا بندفع في إطار الاتفاقية معونات كبيرة جدا للدول. أنا مش شايف إن المعونات دي بتتصرف صح لمكافحة التغير المناخي. وبالتالي أنا محتاج، أنا هدي المعونات للي أضمن إنه هينفذ بالظبط أجندة يتعاون مع العالم كله في إنه يخفض غازات الاحتباس الحراري. إذن هو عنده فيجن. مش معناها منسحب، لأن حضرتك تشوف الصحافة بتلوك هذا الكلام لأنه هو بيخرب في تغير المناخ غير دقيق. ولا عارفين. أنا كنت لي الشرف أن أنا أمثل مصر في الوفد المصري الرسمي في مفاوضات التغيرات المناخية
في الأمم المتحدة في الفترة من سنة 2000 ل 2010. حضارة الخناقات دي في 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 قاعات الأمم المتحدة، وفهمتها كويس قوي لما قريت الاتفاقية وقريت الديبيت اللي حاصل. فأنا يعني استخلصت اللي بقوله لسيادتك ده من مشاركتي الحقيقية، صحيح. مش مجرد قارئ من بعيد. لكن لحتى الآن يا دكتور، يعني أعتذر إن ده يبقى آخر سؤال لأنه الوقت أهم، بس حضرتك كالعادة تعطينا قدر غزير من العلم مهما كان الوقت صغير يعني، ونفضل نتعلم من حضرتك. يعني لو الكاميرا جابت دكتور ماهر دايما يجي بمذاكرته، مش يجي احنا بس اللي بنذاكر، يعني جايب معاه الفايلات بتاعته والارقام والاحصائيات. مفيش اي بحث علمي حتى الان بيقدر يتغلب بقى على ما انتج من الكربون. هي دي اللي حاصل الان في المعامل البحثيه في العالم كله، وعلى راسها الولايات المتحده. عجله التجديد التكنولوجي والاختراعات التكنولوجيه لابتكار تكنولوجيا جديدة تكافح تغيرات المناخ، خد بال سيادتك، لن تقلل غازات الاحتباس الحراري إلا بالتكنولوجيا. فالنهاردة التكنولوجيا بتبحث عن بدائل للطاقة. النهاردة في أبحاث ضخمة جدا عن استخدام الهيدروجين بدل الغاز. لكن ما تكون حولنا ما نقدرش نعمل فيه حاجة. أنا كان ده سؤالي. لا، ما هو ده وصل كده، وده أصله ليه عمر 100 سنة يعني. ثاني أكسيد الكربون في كده اسمه حاجه في علم التغيرات المناخيه اسمه البوتنشال، او يعني كومون. فكل غاز ليه مدى زمني في الكومون الدفيئه اللي فيه. فثاني اكسيد الكربون بيبقى تقريبا كومون الدفيئه اللي فيه 100 سنه، وفي حاجات بتقعد بال 5000 سنه. فانت محتاج انك بس تلجم الزياده. تمام. مش هتلجم الزياده الا لما تستبدل حزمه التكنولوجيات الباعثه لغازات دفيئه كبيره جدا بحزمه تكنولوجيات اخرى لا يصدر عنها هذا الكم. وبالتالي احنا داخلين نعظم الطاقه المتجدده، في ابحاث عظيمه على استخدام طاقه الهيدروجين، في ابحاث كثيره على بدائل اخرى للطاقه لا ينبعث عنها غازات احتباس حراري. وهو ده الأمل الباقي إن شاء الله للبشرية كلها، الإنقاذ معلق بالتطوير التكنولوجي. أشكرك جدا يا دكتور، نورتنا. جزيل الشكر لأستاذنا دكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي. وبشكر حضراتكم، وفاصل قصير قوي ويكون معانا حوار آخر حول مناظرة بايدن ترامب.